محسن طلع برا شوف طلع برا ترى باقي طلبات لازم تشيلونه الليله محسن طلع برا موجود الله يحفظك يدك 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 طلع برا يدك 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 خلوه يقول له محسن عندي فكره يا جماعه يا عمي عندي فكرتك والله ما ساعدك علي علي برا واقف يتفرج في الالعاب واخر بس يا محسن علي انا اتفرج في الالعاب صح الا بس خليه خله يستانس خله علي هذا موده يعني ايش تسوي له خل علي يقعد علي